التنظيم، تنظيم، ترتيب، توزيع. التنظيم هو تحديد المهام وتوزيعها على الأفراد المنفذين للخطة بهدف تحقيق أهداف محددة. إن تحديد خطة لحياتك يضمن وصولك لأهدافك. للتنظيم عدة خطوات، أهمها تقسيم العمل إلى أنشطة، تحديد المتطلبات الأساسية لكل نشاط من مهارات وخبرات، إسناد المهام إلى الأفراد المؤهلين والقادرين على أداء العمل بكفاءة، تنسيق الأنشطة المختلفة ومجهودات الأفراد والربط بينهما. مستويات التنظيم: تقسم عملية التنظيم إلى 4 مستويات وفقا لعدد الأفراد والأنشطة نسبة إلى سهولة أو تعقيد العملية الإدارية. المستوى الأول يتمثل بشخص واحد ونشاط واحد. المستوى الثاني يتمثل بشخص واحد ومجموعة أنشطة. المستوى الثالث يتمثل بمجموعة أشخاص ومجموعة أنشطة. المستوى الرابع يتمثل بمجموعة أشخاص ونشاط واحد. هناك عوامل عدة تؤثر على عملية تنظيم شؤون الأسرة.